أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول الأخ أحمد في آخر أسئلته: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيفية حجاب المرأة، وهل يجوز لها أن تعمل بجانب الرجل أم لا؟ حجاب المرأة هو ما يسترها عن الرجال، ما يسترها عن الرجال من الثياب الضافية التي تستر جميع بدنها عن الرجال بما في ذلك الوجه والكفان، ويكون هذا الساتر يكون واسعا فضفاضا لا يلتصق بجسمها من ضيقه أو نعومته، بل يكون فضفاضا لا يبين شيئا من أحجامها، ويكون خاليا من الزينة التي تجلب إليها الأنظار، ويكون خاليا من التشبه بملابس الرجال، وخاليا من التشبه بملابس الكافرات. قوله صلى الله عليه وسلم: أن تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو حجاب المرأة الذي أمر الله جل وعلا به في قوله: وقل للمؤمنات، وفي قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وفي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا مر بنا الرجال ونحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة الإحرام سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الحجاب هو أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الأجانب. نعم. وأما عمل المرأة، يجوز للمرأة أن تعمل العمل اللائق بها الذي لا يخرجها عن طور أنوثته، وأن لا يكون في اختلاط بالرجال أو خلوة مع الرجل الذي ليس من محارمه، فتعمل العمل الذي يبقي عليها وقارها وحشمتها ويصونها عن الوقوع بما لا تحمد عقباه. أما العمل المختلط بين الرجال والنساء، أو العمل الذي يستدعي سفر المرأة وحدها بدون محرم، أو العمل الذي يستدعي خلو المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها، هذه كلها أعمال محرمة على المرأة بما فيها من الأضرار العظيمة وضياع الحرمات. نعم.